بعد نحو نصف قرن ها هي عاصمة الضباب تغلق جسرها الفيكتوري أحد أهم معالمها التاريخية والسياحية لنحو ثلاثة شهور. جسر لندن الشهير بتاور بريدج والذي تستخدمه أكثر من 21 ألف عربة يومياً سيغلق أمام العربات حتى ليلة رأس السنة الجديدة من أجل إجراء إصلاحات وترميم هي الأولى من نوعها. فيما سيستمر فتح الجسر الذي يربط بين ضفتي نهر التيمز لعبور السفن كما هو معتاد، وستبقى معارض الجسر مفتوحة أمام الزوار، كما سيتسنى للمشاة عبور الجسر باستثناء أيام نهاية الأسبوع خلال شهري نوفمبر وديسمبر المقبلين. عبقرية تصميم جسر لندن المتحرك والذي يتم إغلاقه وفتحه وفقا لحركة المرور بدأ عندما افتتحه الملك إدوارد السابع عام 1894 لإيجاد حل لمشكلة عبور نهر التيمز ولمواجهة الزيادة في النشاط التجاري وحركة النقل، مع مراعاة تلبية التوسع المستقبلي في حركة النقل. يذكر أن طول جسر لندن الشهير الذي تم بناؤه قبل 122 عاماً يبلغ 244 متراً ويرتفع عن سطح مياه النهر 65 متراً ويقع إلى جوار قلعة لندن الشهيرة التي تضم مجوهرات التاج الملكي. زينب خرفاتي، العربية.